أهلا بكم، هنكمل مع بعض الرحلة بتاعت تاريخ الموسيقى. وصلنا مع بعض لحد الموسيقى في القرن الـ18. في الوقت ده كان العصر لسه الكلاسيكي، يعني كان في أواخر العصر الكلاسيكي وابتدى العصر الرومانسي. زي ما قلنا العصر الرومانسي كان فيه جزء كبير جدا من التطور وكده، بس كانت المزيكا عموما في الوقت ده كل اللي بيسمع، ما كانش فيه أنواع مزيكا، يعني كل اللي بيسمع كان بيسمع حاجات كلاسيكية، حاجات زي بتاعت بيتهوفن، حاجات زي بتاعت تشايكوفسكي، كل الحاجات اللي هي الملحنين الكلاسيكيين بتوع زمان دول. فما كانش لسه في انواع مزيكا ولا الوان مزيكا، كانت الدنيا كلها في الوقت ده كلاسيك. فبس اكتر حاجه تقدر تسمعها مختلفه مثلا انك مثلا تسمع اوبرالي، تسمع سيمفونيه، تنفع تسمع سوناتا، حاجات زي كده. بس في الاخر المود كله كان واحد، يعني لحد ما وصلنا للقرن 19. وهنا حصل ابتدى يحصل تطور كبير في القرن 19 بشكل ملحوظ عن زمان. يعني مثلا زمان كان حتى التطور بياخد مئات السنين، وقت طويل جدا عبال ما يحصل حاجة جديدة في المزيكا. دلوقتي مثلا خلال 100 سنة بقى يحصل حاجات جديدة جدا في المزيكا، فده بالنسبة لهم كان تطور سريع جدا. في القرن 19 كانوا لسه طبعا متأثرين شوية بالمزيكا الكلاسيكية والعصر الرومانسي وكده، فكان لسه نفس المود موجود برضو، بس ابتدى يظهر حاجات جديدة زي فن الأوبرا، ابتدى يتطور بشكل أحسن شوية. الأداء المسرحي بقى مختلف شوية، بقى فيه حاجات يعني مسرحيات بتتعمل غنائية، يعني مثلا مسرحية كلها من أولها بيسموها ميوزيكال، حاجات من أولها لآخرها بيتكلموا القصة نفسها بيعملوها عن طريق عرض مسرحي غنائي. ففن الأوبرا نفسه اتطور بشكل كبير جدا وبقى مهم، وبقى حاجات يعني القصة نفسها بتاعت المسرحية بتبقى عن طريق شكل ميوزيكال، فكانت حاجة ده تطور كبير جدا في الوقت ده. ابتدى يظهر الموسيقى الوطنية، بقت الموسيقى الوطنية دي حاجة مهمة بالنسبة للناس. قبل كده كانت موسيقى عسكرية بس في الأوقات اللي قبل كده، وكانت مثلا حاجات ليها علاقة بالحروب وكده. دلوقتي بقى في موسيقى وطنية، يعني بقى يعملوا أناشيد وطنية لكل دولة، وبقى مثلا يعملوا اللي هو يعني سلام جمهوري لكل دولة، بقى في موسيقى ليها تأثير وطني، بقى في مثلا الحاجات زي الثورات والحاجات زي كده بقوا يعبروا عنها برضو بالموسيقى. بقى في فنانين مشهورين، مش مجرد ان حد بيعرف يعمل مزيكا وخلاص، بقى في حد مشهور وليه جمهور والحاجات دي كلها. فبرضو بقت حاجات مهمة جدا المزيكا الوطنية ووجود الفنانين وتأثيرهم على الشعب العادي. فضلت المزيكا تتطور بالشكل السريع ده كده في القرن 19 لحد اواخر القرن 19. ابتدى يظهر حاجة جديدة بقى ما كانتش موجودة قبل كده، ان هو ابتدى يظهر انواع للمزيكا، حاجة جديدة بقى خالص. ان قبل كده كان كل الدنيا بيسمعوا كلاسيكال ميوزك وحاجات يعني تقريبا نفس المود، لحد ما ابتدى الناس يختلفوا بقى خالص. يعني مثلا كان زمان لازم يبقى فيه اوركسترا، والاوركسترا دي تتكون من 50 عازف او 100 عازف او الحاجات دي كلها. دلوقتي ابتدى مثلا الناس مثلا 3-4 كده يقعدوا مع بعض يعملوا زي باند مع بعض او حاجات زي كده. فطبعا دي برضو بدأت شوية في العصور اللي قبل كده، ان هم كانوا ممكن يعملوا مثلا 3-4 يعزفوا زي الكوارتيت من الكمانجات وموسيقى الحجرة والحاجات اللي اتكلمنا عنها دي. بس في ثقافات جديدة مثلا ابتدى يظهر نوع جديد من المزيكا زي مثلا البلوز والجاز. ومن هنا بقى أواخر القرن 19 وبدايات القرن 20 هيحصل بقى تطور كبير جدا، وهيبتدى يظهر ألوان للمزيكا وحاجات مختلفة وثقافات مختلفة، وهنلاقي إن كل دولة بتبتدي تعبر عن ثقافتها بالمزيكا بتاعتها.